النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع أمنية. بنك صفوة الإسلامي. المناصير للزيوت والمحروقات. حلويات الحاج محمود حبيبة وأولاده. المركزية، وكلاء تويوتا ولكزس. مجمع الملك الحسين للأعمال. متابعي طقس العرب، نرحب بكم في نشرة جوية نستعرض فيها تفاصيل المنخفض الجوي المتوقع أن يؤثر على المملكة خلال الأيام القادمة. تم تصنيف هذا المنخفض على أنه من الدرجة الثانية، وهي الدرجة الاعتيادية. ونبدأ نشرتنا باستعراض صور الأقمار الاصطناعية الملتقطة صباح اليوم الخميس. يلاحظ تمركز المنخفض الجوي غرب جزيرة قبرص، يدفع بكميات من الغيوم المرافقة للكتلة الهوائية شديدة البرودة من غرب تركيا باتجاه جزيرة كريت، ثم لاحقا باتجاه شمال مصر. نستعرض وإياكم الآن الخرائط الجوية أو توزيع الأنظمة الجوية المسببة لهذه المنخفضات الجوية، حيث يتمركز مرتفع جوي واسع النطاق وعنيد فوق شمال إفريقيا وأذن غرب القارة الأوروبية، يدفع بالكتل الهوائية الباردة أو شديدة البرودة باتجاه شرق القارة الأوروبية، ثم باتجاه تركيا، ثم لاحقا باتجاه الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط. نستعرض وإياكم الآن تفاصيل المنخفض الجوي. كما ذكرنا، المنخفض الجوي هو من تصنيف الدرجة الثانية والدرجة الاعتيادية، وكتفاصيل هذا المنخفض يتوقع أن تهطل كميات تقدر يعني حوالي بين 30 إلى 60 ملم في مختلف مناطق المملكة، تتركز خاصة على المنطقة الشمالية والوسطى. سرعة الرياح تقدر بحوالي هبات الرياح بحوالي 60 إلى 70 كيلومتر في الساعة. عدد المناطق المشمولة تقريبا أغلب المناطق باستثناء بعض المناطق الجنوبية وأيضا المناطق الشرقية. هذا مدة تأثير حوالي 36 ساعة. درجة الحرارة بين درجتين إلى 8 درجات مئوية. أما بالنسبة للثلوج، يتوقع أن تهطل بعض الزخات الثلجية الخفيفة على المرتفعات الجبلية العالية التي تراوح ارتفاعها بين 1000 و1100 متر خلال ساعات ما بعد منتصف ليل الجمعة وأيضا خلال ساعات فجر يوم السبت بإذن الله. نستعرض وإياكم الحالة الجوية المتوقعة على العاصمة عمان خلال هذه الليلة، حيث تكون الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار المتفرقة خلال ساعات الليل مع أجواء باردة، حيث تسجل الحرارة الدنيا حوالي 5 درجات مئوية مع سرعة رياح حوالي 19 كيلومتر في الساعة، وسرعة رياح بين الخفيفة والمعتدلة. نستعرض وإياكم الآن تفاصيل الحالة الجوية خلال الثلاث أيام القادمة، حيث يتوقع أن تكون الأجواء بالعموم مستقرة ومشمسة خلال ساعات نهار يوم الجمعة، لكن الطقس بارد حوالي 8 درجات مئوية فقط. تتهيأ الفرصة لهطول بعض زخات الأمطار خلال ساعات الليل مع انخفاض واضح على درجات الحرارة، 3 درجات مئوية فقط تسجل العاصمة عمان. كما ذكرنا، هناك فرصة لهطول بعض الزخات الثلجية الخفيفة خلال ساعات ما بعد منتصف الليل وأيضا خلال ساعات فجر يوم السبت على المرتفعات الجبلية العالية التي يزيد علوها عن 1000 متر. يوم السبت بإذن الله تسجل درجات الحرارة المزيد من الانخفاض حوالي 6 درجات مئوية مع رياح نشطة وأيضا فرصة لهطول بعض زخات الأمطار. يوم السبت بإذن الله يبدأ التأثير الفعلي للمنخفض الجوي، حيث تشتد غزارة الأمطار وتسجل الحرارة الدنيا حوالي 4 درجات مئوية فقط. تستمر الأجواء الماطرة والباردة يوم الأحد، تتراجع فرص الأمطار قليلاً اعتبارا من ساعة ما بعد ظهر يوم الأحد وأيضا خلال ساعات المساء والليل مع درجة حرارة دنيا حوالي 5 درجات مئوية فقط. كملخص للحالة الجوية المتوقعة على المملكة، كما ذكرنا، المنخفض الجوي تم تصنيفه على أنه من الدرجة الثانية، أيضا انخفاض واضح على درجات الحرارة اعتبارا من يوم الجمعة، أيضا الأمطار تبدأ بشكل نافذ اعتبارا من يوم السبت وتستمر حتى يوم الأحد. كان هذا كل ما لدينا لحد الساعة. إلى اللقاء.